من أجواء العيد الجميلة يلي دائماً بتترك أثر بقلوبنا كلياتنا، ننتقل نحكي بموضوع تاني، نحكي عن اختلال العصب اللي هو المصطلح العام لأمراض الجهاز العصبي يلي ممكن تصيب الأشخاص على اختلاف أعمارهم، وبتتنوع شدة هذا المرض وتأثيراته والأسباب يلي بتأدي لإله. يعني أي شيء عم يأثر على الجملة العصبية، صحيح، غذاء أو نمط حياة أو حالة نفسية أو ممكن مغذيات أو مشروبات ومأكولات، ومن الضروري أنه نولي مرضى الأعصاب اهتمام كتير كبير، خاصة بجانب التغذية، سواء كانوا عم يعتمدوا خلال رمضان على بعض الأدوية للأعصاب أو ما عم يعتمدوا عليها، إلا أنه الغذاء أساسي. فشو دور التغذية السليمة في معالجة اعتلال الأعصاب، وكيف ممكن نحن نحمي الجملة العصبية إذا كانت غير معتلة مشان نقي هذا الاعتلال مستقبلاً؟ الدكتورة ثواب الغبرة أخصائية بالتغذية صارت موجودة معنا لجاوبنا عن كل تساؤلاتنا. أهلا وسهلا فيكي. يسعد مساكي. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. يسعد مساكي. أمولة. أيوه أمولة. بس شو بدي دلعك أنا ثواب؟ مسوس. أهلا وسهلا فيكي. بداية أنا شو مدى صحة استخدامي لبعض الأغذية عوضاً عن الأدوية لحتى أنا أتدارك هاي الأمراض اللي عندي وإتلافها؟ هلا بالفعل يعني هلا نحن والله الاعتلال الأعصاب عصب الشيء روحه. يعني حتى بيقولوا لك السر الدفين لأي عضو وشغله هو بالعصب. صحيح. فوقت حتى الإنسان وقت بيسحب عصب درسه بصير جودة الدرس تبعه عندك يا مو مثل ما كانت قبل، ضعيفة. هلأ باكن مشكلتي بالعصب الألم، يعني حتى بيسموا لك في تخصص بالطب هو شيء اسمه معالجة الألم، لأنه الألم بحد ذاته أحيانا إذا استمر على درجة معينة بيمشي الالتهاب، وهذا اللي نحن بنخاف منه. هلأ اعتلال العصب أسباب عديدة. أول شيء ودي عالج دي أعرف سبب، منا سكري، منا روماتايد، منا قصص وسيار عندي إياها، منا الاضطرابات الفيزيائية اللي ممكن يعاني منها الإنسان على المدى الطويل مثل مثلا الديسكات والأمور هي. هي ممكن تعمل شق بالمادة البيضاء تبع العصب وتمشي الالتهاب عليه. أول ما يحس الإنسان يبلش بشوية وظيفة أي عضو عندك، يعني كان حركي ولا أي عضو بعصبه، ينتبه إنه بلش عندك ياها بالمركز بنقي العضو هذا بده ينتبه عليه. فوقت بيصير تنميل وخدران، وهي أول إشارة لهذا الموضوع. ويستمر الألم وتترك الألم، في ناس جبارة على ألمها بتفكر حالها إنه هي ما بتاخد حبة دواء، هي عم تخدم العضو تبعها، وإنه هي ما بتاخد أدوية كيميائية. بيكون العصب عم يحترق. بيكون عم يحترق وعم يصير مثل كيف عم يصير عندك ياها النار بقلب حطبي أو هالقصص هي. فهذا شيء غلط. يعني هلا أنا كون إني أنا بكره الأدوية الكيميائية مو يعني أنا أترك عصبي يستمر بالتدرج بالألم، لأنه علم الألم عندك ياها أحيانا بيؤدي إلى تلف بالمناطق المراكز الألم بمناطق الدماغ. حتى هذا شيء مو صح أبدا لحد الإنسان يصير بعملياته وتركيزه وقصصه. هلا لنفوت بلب الموضوع. أي إنسان بيصير عنا، يعني حنحكي شوي عن الأعصاب الحركية والهي، لأنه كمان الأعصاب ممكن تكون تسبب مثلاً مشاكل آلام رأس وآلام الأمور هي كلياتها، وأحياناً عصب حائب مشكلته يسبب كونون عصبي. أحياناً يعني إذا بدي فوت على أمراض الأعصاب ما بخلص لأنه أي عضو له عصبه تماماً. رفة العين هي عندك ياها كمان. طيب. شو رأيك دكتورة نرسم خريطة نمشي من الجسم عصب عصب، نبلش بالأعصاب المرتبطة بالأطراف، أطراف الحركة، الأقدام والأيادي والحركة. كثير من الناس بيقولوا لك أنا عم حس أعصابي باردة، عم حس خدران على طول، يعني عم نمل، شو السبب؟ هذا غالبا ما بيكون عنده يا مشاكل سكري، يا مشاكل عندي يا مشاكل فيزيائية بالعمود الفقري أو بمنطقة فقرات الرئبة. وقت بيصير اختناقات بمنطقة خروج العصب بيصير عندك يا السيالات العصبية بتعمل عندك يا إشارات غير متجانسة، بترسب أملاح الدم على العصب بنقطة ضعيفة وبنقطة قوية غير شكل، فبيصير خشونة على المسير العصبي. هاي الأملاح إذا تراكمت ممكن تسد منطقة رسغ، ممكن تسبب عندي إياها نهايات وتنميل، ممكن تسبب اختلاف درجات حرارية بالنهايات. هاي الخدران وبرودة الأطراف وهالأمور هاي كلياتها أهم شيء تساوي نرجع الإشارة العصبية على سيرة بشكل متجانس. أهم شيء هلأ نحن في عنا شيء اسمه بالعصب إعادة تأهيله، هو بالعلاج الفيزيائي العالم كتير كتير بتستسخف فيه وبلاقي إنه هو رائع جداً. والثاني شيء التروية كغذية، نحن بنشتغل على التروية. هلأ نحن بنقول أول ما يظهر عندي التنميل أي شيء بندهن عندي يا بزيوت حارة شوي أو حارقة نوعاً ما حتى ننشط النهايات الحسية
نفسيه يعني؟ نساوي ترويه اكثر للدم. تنبيه تمام للعصب. بالضبط. هلا غير انه انا دهن بزيت الفليفله وهالامور هي، انا بلاقي انا اول ما ظهر اذا ما كان عندنا مشاكل ضغط، في عندي انا ماده القرفه وماده عندي اياها زيت الفليفله الحار، اكله ملعقه واحده عندك اياها والدهن فيها، او نقاط من زيت العطري تبع زيت القرفه بشويه ماء وشربها، هي رائعه للتنميل والخدران. النقطه الثانيه، في عندنا ماده بالغذاء اسمها اوراق الجينكو، هي بتزود النهايات الترويه للنهايات العصبيه الدقيقه. فبتزود نشاط الدوره الدمويه، مدى ما رجع الدم بيصلح كل شيء تماما. اما طول ما في ضعف بالدوره الدمويه بالنهايات حتترسب الاملاح وتسكر الاقنيه العصبيه، فهذا هون ننتبه عليها. بالاضافه للعلاج الفيزيائي، في تنميل وخدران بالاطراف، ينتبه اول شيء الانسان على رقبته ويطلع اذا كان في مرافق لشيء او في تكلس باعصاب الكتفين، يحاول انه وقت بصار بيفقد عندك على حركه المفصل مو بشكل الكامل يبلش يفتحها مثل كيف عم يفتح شغله بلطف عندي اياها، مو فورا يساوي تشنج بالعضلات، لانه اول شيء بدنا نصير عندي اياها مدى ما مسكت العضله العصب خنقته. فان اول شيء بيعالجوا الدكاتره فيه مرخيات العضليه، دخل عضل على العصب بلش عالجه فيه، اما مو هو وقت يكون شاكل بلش تشتغل فيه باشياء قاسيه بالعلاجات الفيزيائيه. فنحن حنرجع للتغذيه، حنقول الوراء الجينكو، الزيت العطري لورق القرفه رائع جدا كداخليه. وراء الجينكو من وين بنجيبها؟ بزوريا؟ هي موجوده بالعطارين وموجوده كادويه مكملات غذائيه رهيبه جدا. هلا النقطه الثانيه، مستخلصات او فيتامينات بي رائعه جدا للنهايات وللتنميل، بس مو ناخذها بشكل مفرط، يعني انا عندي نقص ببي 12 خدو خدو ابر وهيك، اما مو يصير عندي ابر وقصص ويصير عندي جرعه سميه لفيتامينات بي داخل كبدي، وانا اقول انا كل 3 ايام روح اضرب ابره وشيء ثاني مكملات فيتامينات بي فاتحه للشهيه بشكل رهيب. هلا كنت حابه يعني هلا مثلا فوت عند دكتور بيقول له خفف وزنك وكل ادويته كورتيزون وادويات بي 12 وهالقصص هي، مو تعارضا بس يعني نحن ننتبه انه ناقصني بي 12 انتبه على بي 12. الاشياء اللي موجوده فيها البي 12 كغذاء هي اللحوم الحمراء، ما قدرنا عليها البقوليات الكامله، يعني القمح الكامل اللي للاسف مو متواجد حاليا. طيب يا ام السوس. طيب حاضر حبيبتي. الاملاح اللي حكيتي عنها الاملاح اللي حكيتي عنها ايضا في معادن، في فيتامينات، في امور كثير ممكن نحن ناخذها من الفواكه، من الاغذيه، من الاطعمه المناسبه. هل في نظام صحي او اشياء صحيه نحن نتبعها كوقايه لحتى نحن نتدارك هاي الامور؟ مظبوط. هلا اهم شيء تفوت بنظامك الغذائي البي 12 والمغنيزيوم، الامور هي انا بقول كالعاده برمضان انه الموزه والبردقانه هي تكون السحور رائع على الاعصاب ولجهاز الهضم ولكل الامور هي. اذا مثل ما حكينا مثل ما قلتي عنا، اذا انتقلنا من الاعصاب الطرفيه للاعصاب عصب مثلا العصب الحائر اللي بغذي الجهاز الهضمي الكولون العصبي وقت بيصير بينضرب عندي اياها، اهم غذاء له هو نبات اسمه المردقوش، هذا النبات رائع جدا لتنظيم ناقل عصبي اسمه سيروتونين، هذا الناقل بنحتاجه حتى لتنظيم العصارات الهاضمه بجسمنا، حتى لمزاجنا، حتى يخف الستريس علينا والكورتيزول على اثار الجهاز العصبي. وعلى فكره من اكثر الهرمونات المدمره للجهاز العصبي هو زياده نسبه الكورتيزول بالدم. فبدنا ننتبه على هي المواضيع هي كلياتها. اذا انتقلنا لشيء اسمه عندك اياها انه امتداد التهاب الاعصاب، يعني هذا العصب بلش يصير عندك ضعف في الاعصاب الطرفيه والامور هي. أكثر شيء عندك يا كغذاء بفيد عندي يا ترميم المادة الميلانين البيضاء للعصب الملتهب هو صفار البيض، ونحن كثير بنحاربه لأنه بنقوله عنا كوليسترول وما في كوليسترول. أنا حتى بنبه الناس اللي بتاخذ أدوية كوليسترول إنه في حال عندها التهاب أعصاب إنها تحاول تعالج بالمكملات الطبيعية عندي إياها شهر، وعندها توقف الشهر دواء الكوليسترول الكيميائي اللي هو مركبات الستاتين، لأنه هو المادة الكوليسترول هي المادة اللي بتغلف العصب. وكثير مهم إني أنا أنتبه منه انه احيانا بادويتي في شغلات بتعمل التهاب للعصب. الفكره اللي يهمني امرها بنرجع عندي اياها للاعصاب، والاعصاب اللي بيهمني امرها كمان اعصاب الرقبه. اعصاب الرقبه بتعمل تكدسات رهيبه من دائما والتابات دائما بتفي عندك والتابات خاصه دكاتره الاسنان وهالامور اللي انا عندي اياها خاصه انتم دكاتره الاسنان ولا اللي قاعدين اليوم عم نساوي ماله بالشغل على الموبايل على الخياطه او كتاب اللابتوب. طب شو حلتها؟ شو يعملوا هالعالم؟ هي اول شيء ماء وليمون مشان نحل الاملاح اللي وين المفاصل عندي اياها وعلى مسير العضلات. عندنا مشكله العضلات بتعمل ماده اسمها
حمض اللبان اللاكتيك أسيد، هذا مثل الإزاز المبحوث على كل الليف العضلي. شو اللي بيساوي؟ بيساوي كمان تكلسات على سير المسار العصبي تبع العضلي. فهذا كتير مهم الماء والليمون عندي يا يكون عندنا يا بحياتنا. مي وعصرة ليمون، مي كاسة مي وعصرة نص ليمون. النقطة الثانية التدليك المستمر ببعض أنواع المساجات، وهي ولا إنسان يقلل أهمية المساج قديش بتنشط الدورة الدموية بالمنطقة الملتهبة. النقطة الثانية بالنسبة لأن في مضادات التهاب طبيعية حيوية مثل مادة العكبر ومادة عندي إياها زيت حبة البركة، هي رائعة لترميم الأعصاب تبع الرقبة والناس اللي عندها مشكلة عندي إياها أوجاع راسها من وراء أعصاب الرقبة، فهي كتير رائعة. هلا في عندنا كمان العصب السمعي كتير بيتأذى مع تقدم الإنسان وكبران عمره. هذا كتير بيفيده عندي إياها مادة اسمها زيت القرنفل. هذا زيت القرنفل بيزود التروية للعصب السمعي، فكتير بحبه. وهذا عندي إياه مو فقط إنه أنا ساوي كل يوم يوم إيه يوم لا، قطرة بسيطة مع زيت الزيتون، وبدي إياه يتاخد زيت القرنفل عندي إياه. هذا مفيد جدا لأعصاب الأذن، والأذن اللي بتعرضت لمشاكل عندي حتى بيقولوا الأسنان كتير كبش قرنفل أو زيت القرنفل، هذا كمان بخفف وجع الأسنان، التهاب السنخ الجاف وهو مضاد أكسدة رهيب. شيء ثاني مهم للأعصاب عندنا يا أنه نخفف السموم بالجسم. يعني الإنسان المدخن لازم يكون عنده مثل مثلا مستخلصات البيري أو هدول تبعات هلأ نزل الفريز، هدول المنتجات رائعة، هو والكركم. يعني أي إنسان بيدخن لازم ينتبه على رئتينه وعلى أعصابه بهدول المادتين، كون إحنا هذا شبعوا منا أنه التدخين مضر للصحة، مو جايين يسمعوا هالحكي أساساً. بس الفكرة الأساسية أنت عندك نسبة نيكوتين عالية بجسمك، لازم يكون في بحياتك كركم، في ماء وليمون بحياتك، في مادة اسمها لبان الذكر تخفف لك نسبة سم الأطران على الأعصاب. نتمنى أنه يتبعوا هاي الإرشادات، يعني أنه كلياتهم يتخلصوا من هاي السموم اللي عندهم. تمام. طب نروح للقصص الضارة بالأعصاب. الأكلات والمشروبات والمغذيات أو الشغلات اللي نتناولها الضارة. في بعض الأدوية الكيميائية اللي بناخدها لأمراض تانية ولكن بحذرونا بالروشيتا أنه تضر الجملة العصبية. صح. كمان في أغذية تضر، ما هي؟ أولاً السكر، السكر هو أكبر عدو للجملة العصبية. ما دام ارتفع الأنسولين أنت بالمناعة بتنري الجهاز العصبي بيصير عندك يا. رغم بيقولوا لك إنه هو السكر الجلوكوز هو غذاء الدماغ، بس إجمالاً أنا بقول الأنسولين إذا ارتفع هو أكبر مدمر للنهاية العصبية، بتبلش بالنهاية بتفوت بالمركز. الفكرة الثانية النيكوتين والتدخين، وهلأ ما شاء الله الأراجيل هلأ منتشرة ببلادنا ما شاء الله، وصارت على الإفطار بيقول الله أكبر بثلة اللقمة بشغل الأرجيلة، الفحمات شغالة قبل ما شغل الأرجيلة. هذاك اليوم عم بدر عن فوائد الأرجيلة، يعني هذاك اليوم صار في دراسات عن فوائد الأرجيلة، بتساعد على الهضم، بتحسن المزاج، بتفضي الراس، بتحزن المزاج. أنا ما شفت لا أنا قريت المقالة ما شاء الله. هقول شغلة، أنا ما شفت حدا قال إنه الأرجيلة بتهضم غير القديرة أمل عرفة وقت اللعبة دور رمزية وهي وقاعدة عم تأرجل، قالت لها إيه ظريفة بتأرجل بتهضم. نحن المشكلة إنه بيقولونا نحن مننظر لأنه نحن مو فايتين بعالمها، بس الأرجيلة قال عم يقولوا بتهضم. لا ما كتير أنا مع هالجيلة ولا أنا يعني، بس نحن عم ناخدها شغلات مضرة أخرى كمان. هلأ اللي بيهمني أمرا ارتفاع الضغط، ارتفاع الضغط إذا الإنسان مو ضابط الضغط تبعه، هلأ غير الستريس أكيد هاي بترفع الضغط. مدى ما ارتفع الضغط عن الإنسان عند الضغط العالي عن 14 بلشت النهايات عندي إياها تفقد السيطرة على العضو تبعها، واللي بيخوف بالموضوع إنه بيصير هون اضطراب بدوران الدورة الدموية. فمن أكثر الأشياء المدمرة لهي الإنسان ما تارك ضغطه ضالل عالي أو متهاون بهذا الموضوع أو عم يلعبوا يعني ما له أخذ بعين الاعتبار. الأشياء الثانية اللي هي الألعاب العنيفة على الأطراف، يعني تلاقي مثلاً شاب عنده مثلاً ساعة كرة قدم، في عندي بعض الرياضات مجهدة للمفاصل، مو يعني أنا عم أقول ما يلعب الإنسان رياضة وهالأمور هيك كلياتها، لكن ينتبه إذا أنا عندي مثلاً هيك ألعاب عنيفة إنه أنا يكون تزييد مفاصلي أقوى، إني انتبه على إني أنا أحط مثلاً ضماطات أو هي وأنا عم بلعب كرة سلة. حتى العلاج الفيزيائي يختلف يعني من حالة إلى أخرى، صحيح؟ صار عندي التهاب أربطة، التهاب الأربطة أولاً أول شيء بتعمل عندي هي انتقال لالتهاب الأعصاب بحد المنطقة اللي هي تأذي. الأشياء الأخرى اللي هي عندي إياها أدوية الالتهاب العالية إذا ما عرفت تعزز البكتيريا النافعة بعدها مباشرةً.
لانه بتضرب الجمله العصبيه، لانه الجمله العصبيه كمان لها اغذيه. عندي نسبه الاكسجه بالجسم لازم الانسان عندي اياها، مثلا عنده هو لا بدخن ولا شيء، لكن الهواء عنده تبعه مو نظيف عندي اياها بتخلي الجهاز العصبي يتلف. الشيء الثاني الناس اللي بتشتغل بالليل، يعني اساسا النوم هو اكبر غذاء لجهاز الجمله العصبيه اللي بيقدر الجمله العصبيه تفضي فيها سمومها. الفكره الاساسيه الانسان اللي ما بيعرف ينام صح حتى لو كانت 4 ساعات لازم تكون في عندي قسم منهم بالليل، اللي عندهم ورديات واللي عندهم هيك الجمله العصبيه عندهم اياها قابليتها للالتهاب وللتلف اسرع. الفكره الثانيه اللي انا ما اني استهين باي الم ظهر على اي عضو، مفكر حالي اني انا ما بتعالج ولا بحط حبه دواء بتمي انه هذا شيء صح. انا فت اول ما يبلش التهاب العصب بناح منطقه الرابعه خامسه قطنيه، شكل عصب بركك، لا تكابر عليه ليصير بالمرحله الثالثه، العصب روحته مو مثل رجعته، ما عاد في رجعه. ما لا يرمم اي عضو نبيل. يعني مو صهب بدنا نقول لك هي انا بلاقي انه لا برب العالمين حاطط لنا نوائب وحاطط لنا بس اجمالا هيك اعضاء مثل الكبد مثل خلايا الذاكره خلايا العصب مو لعبه هي اذا صار اعتلال فيها. تمام، في ارتفاع حمض البول بالدم بيعمل داء نقرس جدا جدا هذا كمان هذا شو بيعمل العصب. شو بيعمل يا ورد؟ بيعمل املاح على المناطق المتحركه بالجسم حد المنطقه اللي عم يتحكم فيها العصب. متى ما انخنق العصب بحركته والسياله العصبيه ما عادت صارت فيها تجانس بالمشي عندك اياها تلفت العضو، لانه كهرباء عاليه بقرنه، كهرباء واطيه بقرنه، انضرب العضو مع عضلته مع كل مع ظروفه مع كل شيء. فعندي ارتفاع حمض البول كمان بيأذي العصب وبيهرم ماده الميلاينين البيضاء قلنا اللاكتيك اسيد وكمان حمض البول، هي املاح الدم اللي بتترسب على هاي المناطق المهمه. فالفكره الاساسيه الماء والليمون خافض لحمض البول، ونحن كمان بنقول كمان احد الخوافض حمض البول هو الرمان، انا بلاقي كثير عصير الرمان رائع وكمان مضاد اكسده، وهلا في عندنا نسبه فريز عالي يستغلها وقت يصير وقت التوت، كمان التوت رائع جدا للجمله العصبيه. ما شاء الله عليك، يعني موسوعه دخيل عينك يا امولي، يعني حكيتي اكثر منا اليوم، احنا حاولنا نتداخل بس ما شاء الله عليك الله يحميكم يا رب. لا بس انتم ما شاء الله الله يوفقك يا رب على طول ويبعد عنك وعنا الامراض وعن كل حدا عم يشوفنا. وشكرا كثير لك لمعلوماتك ولوقتك. شكرا لك، اهلا وسهلا.